وطن منحازون للحقيقة. الزميلات والزملاء الأعزاء جميعا، بناتي وأبنائي الطلبة، أحييكم أجمل تحية وأهنئكم أجمل تهنئة في هذا اليوم الانتخابي الجميل الذي تتحلى فيه جامعة بيرزيت بأبهى حلة لها. ها نحن نطوي اليوم الصفحة الأخيرة من صفحات هذا العرس الانتخابي والذي أثبت فيه أسرة جامعة بيرزيت مرة أخرى أنها أهل بإقامة انتخابات حرة نزيهة، وعملت كل ما بوسعها لتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح العملية الانتخابية والتي يشهد لها بالنزاهة والشفافية الداني والقاسي، واستقطبت اهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية. ولا يسعني في نهاية هذا العرس الوطني الانتخابي إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الجنود المجهولين الذين واصلوا الليل بالنهار وعملوا دون كلل أو ملل لإنجاح هذه الانتخابات وإخراجها بمظهرها الحضاري اللائق. وأخص بالذكر اللجنة التحضيرية لانتخابات مؤتمر مجلس الطلبة وعمادة شؤون الطلبة ودائرة العلاقات العامة والحرس الجامعي ودائرة الخدمات العامة ودائرة الخدمات الطبية والمكتب الهندسي وبيرزيت أونلاين والكثيرين والعديد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة. ومع انتظار نتائج التصويت التي سيعلن عنها بعد قليل عميد شؤون الطلبة، أقول لكم أن الجميع فائز في هذه الانتخابات، وأن انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة ليست النهاية بل هي البداية لعمل جماعي منظم خدمة للطلبة والجامعة. هذه هي بيرزيت وهذه هي روحها، فألف مبروك للجميع. والآن أقدم لكم عميد شؤون الطلبة لإعلان النتائج النهائية لانتخابات مؤتمر مجلس الطلبة العام 2018. دكتور محمد الأحمد تفضل. انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة للدورة 2018-2019، عدد الأوراق اللاغية 113، عدد الأوراق الفارغة 91، مجموع الأوراق اللاغية والفارغة 204، عدد الأوراق الصحيحة 8200، المجموع العام 8404، عدد أصحاب حق الاقتراع 11265، نسبة الاقتراع 74.60%. راح أحكي الترتيب، الكتل بالترتيب حسب بطاقة الاقتراع. كتلة الشهيد ياسر عرفات، عدد الأصوات 3615، مجموع المقاعد 23. القطب الطلاب الديمقراطي التقدمي، عدد الأصوات 705، مجموع المقاعد 4. كتلة الوفاء الإسلامية، عدد الأصوات 3784، مجموع المقاعد 24. قائمة الوحدة الطلابية، عدد الأصوات 96، مجموع المقاعد 0، المجموع 8200، مجموع المقاعد 51. شكرا جزيلا لكم. وطن منحازون للحقيقة.